لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر بعدها أبوابا في فضائل الصحابة. فضائل الصحابة رضي الله عنهم، هذا ابتداء يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم هم أصحاب فضل، ولهم من الفضل ما يذكر، ولهم من الفضل ما يذكر، رضي الله عنهم جميعا وأرضى. والصحابة أو الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة ثم مات على الإسلام. وهم يتفاوتون في درجاتهم رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا هو الصحيح. فالصحابة يتفاضلون، وإلا فالأنبياء يتفاضلون، فمن باب أولى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فبعضهم أفضل من بعض رضوان الله عليهم أجمعين. واتفق أهل السنة على أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي من بعد أبي بكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقال جمهورهم، يعني أي جمهور أهل السنة والجماعة، ثم يأتي في الفضل بعد أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، يأتي في الفضل من بعدهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتي من بعد عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا به قال جمهور أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم. وإن كان هناك خلاف في تفضيل علي على عثمان، وهذا الخلاف كان في الأول ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان رضي الله عنه. ثم يأتي من بعد الأربعة، وهذا محل اتفاق، أي أن أهل السنة باتفاقهم على أن الأربعة أفضل الصحابة، أن الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم. ثم يأتي من بعد الأربعة تمام العشرة. تمام العشرة أي بقية العشرة المبشرين بالجنة. ثم يأتي من بعد العشرة المبشرين، يأتي من بعدهم أهل بدر. أهل بدر فهم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة. ثم يأتي من بعد أهل بدر أهل أحد أو أصحاب أحد، فهم يأتون في الفضل بعد أهل بدر. ثم يأتي من بعد أصحاب أحد أهل بيعة الرضوان. أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان يأتي كذلك يعني مثلهم من له مزية، يعني أهل البيعتين، بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى، الكبرى من الأنصار، وكذلك السابقون الأولون، وهم من صلى إلى القبلتين. السابقون الأولون كل من صلى إلى القبلتين. فهذه طبقات الصحابة في الجملة، هذه طبقات الصحابة في الجملة. إذن فهم متفاوتون رضوان الله عليهم في الفضل، نعم، وكلا وعد الله الحسنى، وكلهم عند الله عز وجل من أهل الرضوان
والفضل والخير، ومدحهم الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، وأظهر الله عز وجل رضاه عنهم في مواضع كثيرة، رضوان الله عليهم أجمعين. وكفاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن الله عز وجل وصفهم بهذه الأوصاف، فصارت لهم منقبة، وصارت لهم يعني صفة. ثم قال: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخبر. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخبر. وكان أبو بكر أعلمنا به. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبدأ بالكلام عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا بداية يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو صاحب الفضل الأول في الصحابة. فطريقة الترتيب في كتب أهل العلم في فضائل الصحابة تدل على ذلك، فيبدأون بأبي بكر ويثنون بعمر رضي الله عنهم، ويثلثون بعثمان، ثم يربعون بعلي رضي الله عنهم جميعا. فهنا في هذا الحديث قال عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الحياة الدنيا أو زهرة الدنيا، هذا كان، وبين ما عند ما عنده أي ما عند الله عز وجل، فاختار ما عنده. هذا كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قليلة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع ظهر صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، ظهر أنه يودع الدنيا. فكان في حجة الوداع يقول: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما رجع صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يردد الدعاء المشهور الذي يتأول به سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يدعو: اللهم اغفر لي وارحمني، ويتأول هذه السورة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كان لا يلحظه إلا من له علم كأبي بكر، وهو اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هذا اليوم، وهو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة ليست بالطويلة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو في مرضه، وقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا، يعني شهوات الدنيا وملذاتها وما فيها من الملاذ الشهوات، وبين ما عنده،
فاختار ما عنده، فاختار ما عند الله. قال فبكى أبو بكر، وبكى يعني بكى وزاد في البكاء رضي الله عنه وأرضاه. فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فبكى وقال هذه الكلمات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يعني أبو بكر رضي الله عنه هو الوحيد الذي فهم من الصحابة أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلوات الله وسلامه عليه يمهد لوفاته ويجهز الناس ويؤهل الناس لغيابه صلى الله عليه وسلم بالموت، فيقول لهم ما رأيكم، ما تقولون في عبد يخيره الله بين الدنيا والخلود فيها وشهواتها، وبين أن يلقى الله عز وجل ويكون له ما عند ربه؟ بالقطع كل المؤمنين يقولون لا، بل الأفضل أن يكون له ما عند الله عز وجل وما له في الآخرة. ولذلك هو يؤهلهم بذلك، أنه إذا مات أن يستحضروا ذلك، أن ما أعده الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة خير من الدنيا، وعند ذلك لا يحزنون حزنا شديدا على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر عليهم في إكمال المسير والمسيرة. ولذلك قال هذه العبارة صلى الله عليه وسلم: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. أبو سعيد في بعض روايات هذا الحديث الصحابة رضي الله عنهم قالوا فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين الآخرة، فلماذا يبكي أبو بكر؟ ما الذي يبكي يعني أبا بكر رضي الله عنه حتى يفعل ذلك؟ قالوا فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن أبا بكر كان يعرف ذلك، وعلمنا أن أبا بكر هو أعلمنا، أو كما جاء يعني في ذلك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا اليوم وهو يخطب: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمن الناس علي، هذا نوع من التنبيه والتأكيد على هذا الفضل والمنقبة لأبي بكر، أن له على النبي صلى الله عليه وسلم، أو له يعني في البذل لأجل النبي صلى الله عليه وسلم بالمال والصحبة ما له، وهو في الفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إنفاقا على الدعوة إلى الله عز وجل، والبذل لأجل الدعوة إلى الله، والإنفاق على يعني تزليل العقبات للنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كان يصلح أن يكون لي خليل لكان أبو بكر هو هذا الخليل، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال العلماء: الخلة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس بهذا الحديث، لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس، وإنما جعلها لربه سبحانه وتعالى، كما في الرواية الأخرى قال: ولم كنت متخذا خليلا غير ربي أو غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الناس، إنما كانت لله تعالى. وأما المحبة والأخوة
وأخوة الإسلام، فكان أعظم الناس فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، وهذه منقبة لأبي بكر وفضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ود لو أنه كانت هناك الفرصة لأن يكون له خليل من الناس، كما جاء في بعض الروايات أيضا، لو كنت متخذا من الناس خليلا لكان أبو بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على فضل أبي بكر، وأنه أقرب الناس وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف وقفة يسيرة على أو حول معنى الخلة، حول معنى الخلة. هل الخلة هي المحبة أم أن المحبة شيء والخلة شيء آخر؟ بعض العلماء قال هما متساويان ومترادفان، والأصح أن الخلة شيء أعلى من المحبة، الخلة شيء أعلى من المحبة. فالخلة أرفع درجة من المحبة، واختلفوا في توصيف الخلة، في توصيف الخلة. لكن طب الدليل على أن الخلة شيء والمحبة شيء؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الخلة عن البشر، أن تكون منه أحد من البشر، وأثبت المحبة لكثير من البشر، وعليه فالخلة غير المحبة. فأثبت المحبة لأبي بكر وللصحابة وللمسلمين عموما، أثبت محبتهم. وأما الخلة فنفها عن البشر، فدل على أن الخلة تفترق عن المحبة، ولذلك الخلة درجة أعلى من درجة المحبة على الصحيح. طيب ما هي الخلة؟ الخلة كما قال القاضي رحمه الله أصل الخلة الافتقار والانقطاع، فخليل الله المنقطع إليه، أصل الخلة الافتقار والانقطاع، وخليل الله المنقطع إليه، منقطع في محبة الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى الخلة على قول القاضي رحمه الله. وقيل الاختصاص والاصطفاء، وقيل معنى الخلة الاختصاص والاصطفاء، وإن كان والله أعلم لا تعارض بين الكلام يعني. فالأول أليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أليق في حق عموم الناس. بمعنى الأول أليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أن الخلة بمعنى الانقطاع والافتقار، يعني المنقطع إلى الله، ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حق الناس فتكون الخلة بمعنى الاختصاص والاصطفاء، يعني هل يصلح أن يجعل الناس بعضهم من بعض خليلا؟ يصلح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، فهنا إثبات الخلة للناس فيما بينهم. وعليه فتكون الخلة فيما بين الناس بعضهم بعض بمعنى الاختصاص والاصطفاء، الصاحب المختص الذي اختصه الإنسان واصطفاه. وعليه فالخلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لا شيء معنى آخر أعلى من ذلك، وهو أن الله اختصه واصطفاه، نعم، وهو انقطع إلى ربه سبحانه وتعالى في المحبة والانقطاع والافتقار لربه سبحانه وتعالى. قال إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، ولكن أخوة الإسلام. قال لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. لا تبقين في المسجد خوخة، الخوخة هي الباب الصغير، الباب الصغير يسمى خوخة، لو في مبنى وفي بيبان كبيرة وفي باب صغير، الباب الصغير ده يبقى اسمه خوخة، مدخل صغير. قال لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما اتبنى، فكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لو صح يعني ان احنا نوصفه كده بالمربع زي المنديل كده مثلا، فدي لو قلنا دي جهة القبلة مثلا، وإن في بيبان بقى، في باب هنا ورا كده وباب هنا وباب هنا، الناس بقى اللي هم البيوت بتاعت الأنصار كانت محيطة بالمسجد، بيوت الأنصار. ف
فكان المسجد فما بنى في الأول كان في فتحات كتير، الناس وهم بيبنوا تعمدوا يعملوها بحيث انه اللي قدام بيته هنا يقوم يخش من الفتحة دي، واللي قدام بيته هنا يخش من الفتحة دي، واللي قدام بيته هنا يخش من الفتحة دي، ونحو ذلك. فتحات صغيرة كده، خوخات صغيرة يخشوا منها. بعض الايه البيوت الكبيرة، أصحاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم من البيوت اللي حوالين المسجد النبوي. فكان أبو بكر رضي الله عنه بيته قريب من هنا، هذه الجهة اللي هي قريبة من القبلة دي، فكان له خوخة بيدخل منها كده، مدخل صغير يدخل منه هو وأهله نحو ذلك، يعني أولاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الخوخات كثيرة وجد إنها تمتهن المسجد، فأمر بإغلاق هذه الخوخات وإبقاء أبواب المسجد الأساسية فقط. ولفضيلة أبي بكر قال: ولا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وده كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش خوخة تتبقى إلا خوخة أبي بكر. وهذا أيضا يدل على فضيلة أبي بكر وفضله ومنقبته. ويا سبحان الله لغاية الآن خوخة موجودة كده، وحطها هم كاتبين حاليا فوقيها كده: هذه خوخة أبي بكر رضي الله عنه. والباب نفسه اسمه باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذا الحديث بالجملة يعني فيه فضيلة وخصيصة، فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحديث الآخر وإن كان مسلم في الأصل ذكر جملة من الأحاديث، يعني تزيد على 10 أحاديث في فضائل أبي بكر، وهي لا تكفي يعني أبي بكر رضي الله عنه، لكن هذا من باب يعني ذكر فضائل. ولذلك بوب المسلم قال: باب من فضائل، من فضائل أبي بكر. وهنا المختصر ذكر حديثين. الحديث الثاني قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني في مرضه الذي مات فيه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث أيضا فيه دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه تحكي عائشة وتقول: ادعي لي، قال لي عائشة يعني تقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك. طيب أباك لأجل الأمر الآتي، وأخاك لأجل أن يكتب، لأجل أن يكتب، حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن. حتى أكتب كتابا، بعض العلماء يقولون كان سيكتب صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب النص على خلافة أبي بكر، أو أنه كان يريد أن يفعل ذلك. قال: فإني أخاف أن يتمنى متمن، إن يأتي إنسان عنده أمنية أن يكون هو خليفة أو يعني أمير للمسلمين فيقول: أنا الذي لي ذلك. قال: ويقول قائل: أنا أولى، أخاف أن يأتي إنسان ويقول أنا أولى. والعلماء يقولون هذا الحديث فيه أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في الأمة، وأنه صلى الله عليه وسلم توقع شيئا من ذلك في الأمة، وإشار إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمر ساعات. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك نص على خلافة أبي بكر، هذا هو الصحيح. فأهل السنة يعني جمهورهم على أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت بالبيعة ولم تكن بالنص، يعني خلافة كانت باختيار الصحابة وليست بنص النبي صلى الله عليه وسلم والاستخلاف. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يكون في المسلمين شيء من ذلك، ولذلك خاف أن يأتي إنسان ويقول أنا أولى بالخلاف، وحصل هذا. فإن الأنصار رضي الله عنهم لم يكونوا يعني يعلمون هذه الأمور،
فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا مع بعضهم في سقيفة بني ساعدة وقالوا لنجعل أمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو نجعل أميرا للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة مهمة جدا. فجعلوا ينظرون في الأمر ليختاروا منهم رجلا، وكادوا أن يختاروا سعد بن عبادة رضي الله عنه ليكون هو هذا الرجل. فلما سمع عمر رضي الله عنه بهذا الأمر صاحب أبا بكر وأخذ أبا بكر وانطلق إلى سقيفة بني ساعدة ومعه بعض المهاجرين، وجلسوا مع الأنصار وصاروا يتكلمون وأخذوا وأعطوا في الكلام حتى قام القوم وقد اتفقوا جميعا على بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن عمر بيّن لهم بعض الأمور التي تشهد لأبي بكر أنه هو أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الجميع متفقا على ذلك، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على تولية أبي بكر وخلافة أبي بكر. حتى علي رضي الله عنه الذي تأخر أياما ثم جاء فبايع أبا بكر في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. وعليه فبيعة أبو بكر رضي الله بيعة أبي بكر رضي الله عنه فإن لها وإن لم تكن نصا من النبي صلى الله عليه وسلم لكن كانت بالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وأما ما ادعاه الشيعة الروافض الكذابون في أن النبي صلى الله عليه وسلم نص ووصى بعلي فهذا باطل وكذب، وقد كذبهم، وأول من كذبهم هو علي نفسه رضي الله عنه، هو علي نفسه رضي الله عنه. فإنه لما سئل من بعض الناس يومها الذين ربما كانوا يشكون في هذا الأمر قال ما عندنا شيء، يعني هل ترك لك النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بذلك؟ قال ما عندنا شيء غير الذي عند الناس إلا هذا الكتاب الذي كان فيه مقادير الزكاة ونحو ذلك. فقد كذبهم رضي الله عنه وأرضاه. بل وأحوال علي رضي الله عنه مع الخليفة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين تدل على ذلك كما هو معروف ومشهود في سيرة الصحابة. فقال ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالعلماء يقولون فيه دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر وإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد وفاته، إنه ممكن يجي حد يقول أنا أولى ونحو ذلك، وإن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغير أبي بكر. وده اللي حصل، إن كل المسلمين اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه له من الفضائل في الحقيقة ما يحتاج إلى يعني ساعات طوال لأجل أن نتحدث بفضائله. فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ثاني اثنين، وهو أول من أسلم رضي الله عنه من الرجال، وهو الذي آزر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته، وهو الذي صاحبه في الهجرة، وهو الذي كان وزيره في كل الأعمال. بل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولا يقول شيئا إلا وأبو بكر معه. والحقيقة أنا دائما يعني يؤثر يعني في الحقيقة فيها يعني حديث أو الروايات التي فيها مع هذا المعنى، وردت في أحاديث كثيرة يعني. ويعني عادة يعني أنا أذكرها من باب يعني حتى التربية يعني في إخواننا، وأن هذه من أعظم يعني أصول التربية وهي الملازمة. الأحاديث كثيرة جدا ومن أعجبها التي فيها فضل أبي بكر وفضل عمر بعد ذلك كذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يعني كثيرا ما تجد مسلم يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومن أعجب هذه الأحاديث مثلا حديث البقرة الذي يحكي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ركب بقرة يريد أن يركبها يعني، فتوقفت البقرة وقالت للرجل إنما ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا لأجل الحرث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس كده، بيخطب على المنبر ويقول لهم أن رجلا فعل كذا والبقرة قالت كذا ونحو ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهي دي الأعدب،
وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. مع أن أبو بكر وعمر أول مرة يسمعوا زيهم زي الناس، وإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يا حاجة حاجة يعني، ولاء يعني غير عادي، ولاء غير عادي، بحيث أنه هو نفسه لم بيقول أنا أؤمن بذلك أنا بكر وعمر، مع أنه هم لسه بيسمعوا زيهم زي الناس. ولما يحكي لهم الذئب الذي عدا على الشاة، وبعدين قالت الذئب وقف كده لما جه الراعي ياخدها منه، قال تمنع مني كذا، حديث اللي هو بتاع الراعي والذئب، اللي الذئب قعد على ذنبه وقال له تمنع مني رزقا ساقه الله الي وكذا ونحو. ثم بعد ما ذكر الحديث قال واني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر. سبحان الله، ما ان هم قاعدين بيسمعوا زيهم زي الناس. هذا يدل على الثقة التي لا حد لها إن صح التعبير في هؤلاء الرجال أو في هذين الرجلين على الخصوص. أنا أؤمن بذلك أنا وبكر وعمر، دول مش ممكن هيخلفوا لي في حرف حد إني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وهذا من كثرة الإيش، الملازمة والمصاحبة والانتماء والولاء ونحو ذلك والوفاء، دل ذلك على يعني عظيم درجة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث كثيرة جدا جدا في ذلك، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه لما توفي، توفي في نفس عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات، مات في نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دفن، دفن في نفس القبر الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.